مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر النهارده. حابين نبدا مع حضراتكم من مدينه يريفان، العاصمه الارمينيه اللي وصلها الرئيس السيسي من ساعات قليله جدا. الحقيقه هي زياره مهمه جدا، لان هي الاولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. طبعا هي في إطار جولة خارجية شملت أذربيجان، وكان من قبلها طبعا الهند. أرمينيا والجالية الأرمينية والشعب الأرميني بتربطه علاقات تاريخية مع مصر، وكذلك مصر بتربطها علاقات تاريخية كبيرة جدا مع أرمينيا. التواجد أو تواجد الأرمن في مصر هو تواجد ضارب في التاريخ، من العصر الفاطمي للعصر العباسي ثم للدولة المصرية الحديثة فترة محمد علي، وحتى الآن. كان في وقت من الأوقات كانت الجالية الأرمينية في مصر حوالي 60,000 شخص ما بين القاهرة واسكندرية، دلوقتي العدد قل شوية، يمكن 10,000 أو أقل قليلا، ولكن عدد من الرموز من أبناء الجالية الأرمينية ساهموا بشكل كبير جدا جدا في الحضارة وفي الثقافة وفي الفن وفي الاقتصاد المصري، يعني من أول نبار باشا وإحنا جايين لغاية رموز فنية كتير جدا هم أساسا من أبناء الشعب الأرميني، ولكن دلوقتي أصبحوا مصريين بحكم المولد أبا عن جد عن جد. فالعلاقات الثنائية اللي بتجمع ما بين مصر وما بين أرمينيا هي علاقات مهمة جدا. الرئيس وصل اليوم إلى أرمينيا، هيلتقي بإذن الله غدا مع رئيس الوزراء الأرميني ثم مع رئيس جمهورية أرمينيا في جولة خارجية مهمة جدا. هذه المحطة هي محطة أرمينيا، هناك الكثير من النقاط المهمة ومحاور النقاش اللي بتجمع ما بين القيادتين المصرية والأرمينية، تعزيز التعاون ما بين الدولتين وما بين البلدين والشعبين على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على المستوى الاستثماري، طبعا بكل تأكيد العلاقات المتعلقة بالثقافة وبالحضارة وبالأمور المشتركة ما بين الشعبين المصري والأرميني. كمان شفنا في الساعات الأخيرة كان ختام زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان ومباحثات القمة مع الرئيس الأداري إلهام علييف. الرئيس طبعا يعني كان في بداية اللقاء استهل بالتقدم بخالص التعازي والمواساة بالنيابة عن مصر في حادث ضحايا إطلاق النار اللي تم على السفارة الأدارية في طهران، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. طبعا كان في علاقات ثنائية كانت مهمة جدا في هذه المباحثات، ما يتعلق بالاقتصاد، الحوار السياسي، تحقيق مصالح مشتركة بتجمع ما بين مصر وما بين أذربيجان. أيضا فكرة ترحيب الرئيس السيسي ورئيس أذربيجان باستئناف تسيير رحلات الطيران ما بين باكو وما بين شرم الشيخ، إمكانية النظر في تدشين خط طيران مباشر ما بين القاهرة والعاصمة الإدارية باكو، ده أكيد هيكون ليه مردود كبير جدا. وطبعا كان من قبلها زيارة الرئيس السيسي للهند وحضوره الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند كضيف شرف رئيسي، شيء الحقيقة مهم جدا وجولة مهمة جدا في بقعة مهمة من العالم بتربطنا معها علاقات سواء تاريخية اقتصادية وثقافية كبيرة جدا. برحب بسعادة السفير محمد حجازي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا أستاذ عم. أهلا بحضرتك. أولا حابب أبدأ معك من المحطة الأخيرة اللي وصلها الرئيس السيسي من ساعات قليلة جدا وهي أرمينيا. كيف ترى هذه الزيارة؟ أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. طيب أستاذ عم، إحنا طبعا متفقين أن إحنا أمام مشهد دولي شديد الاضطراب، بنسعى خلاله أن إحنا نعزز شراكتنا بدول العالم المختلفة وننوع مصادر التعاون سواء كان ثقافي أو اقتصادي أو تنموي أو سياسي. طبعا منطقة الكومنولث وآسيا الوسطى منطقة هامة جدا، فإذا بدأنا بأرمينيا فطبعا زي ما حضرتك تتبعت مسار العلاقات، علاقات وطيدة ودائما للجالية الأرمينية في مصر فضل كبير في العديد من المجالات، ولهم شخصيات سواء كنا نتحدث عن العلوم أو الفنون أو الصناعة، دايما الجالية الأرمينية كانت في مقدمة من قدم كل الخير لكل مكان يعيشون فيه من ثقافة، من معرفة، من تعاون، وكانوا ولا زالوا يجندوا في الجيش المصري، بمعنى أنهم جزء لا يتجزأ من المصريين، جزء لا يتجزأ من كياننا الثقافي والاجتماعي، وهم أيضا شركائنا
في العديد بعد الاستقلال من النقاط التي يمكن أن نبني معا جسور لتعزيز علاقات مصر في آسيا الوسطى. فلنا مكانة محترمة وللسيد الرئيس تقديره في أرمينيا، وأعتقد دعوة الجانب الأرميني للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارتها في هذه الجولة تأكيد على أن أرمينيا تسعى أيضا من خلال شراكتها الجديدة الهامة المتجددة مع مصر أن تواجه مع التحديات والتحولات الإقليمية، وربما أيضا نتطلع لوساطة. الرئيس كان في أذربيجان والتقى على مستوى القمة بإلهام علايف الرئيس الأزاري، وطبعا إطلاق العديد من الاتفاقيات، وسيد الرئيس دوما يبحث لمصر عن فرص استثمارية ويقدمها كمجال للاستثمار، ولعل إطلاق خط القاهرة باكو شرم الشيخ يعود بالسياحة الأزرية إلى مستواها الذي نعمله دائما. وباكو القاهرة كمان إن شاء الله قريب، يعني زي ما عرفنا الله. بالإضافة لأن أذربيجان برضو من البلدان المعروفة في مجال النفط والغاز ولنا بها صلات قديمة، وهناك دور للأزهر الشريف. نفس الشيء بالنسبة لأرمينيا، أنا أعتقد تأكيد حضورنا في هذه الدولة القريبة من القلب والتي هي أعتقد واحدة من البلدان التي دوما كان لنا بها علاقات حتى عندما كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، وأنا أظن أن بدء علاقات واثقة بمنطقة الكومنولث وآسيا الوسطى ستحقق لنا مكاسب استثمارية وريادة أعمال، وبالأخص كمان تنويع مصادر سواء كنا نتكلم عن الطاقة أو سلاسل القيمة الغذائية أو السياحة أو التعاون الثقافي والعلمي. أظن لنا شركاء في وسط آسيا، ويمكن لمكانة الرئيس ولمكانة مصر أن ننظر يعني في تحسين أجواء العلاقات. ربما سبق لأوان الحديث عن وساطة بين أذربيجان وأرمينيا، ولكن اختيار السيد الرئيس لهما له دلالته، فهناك كما نعلم خلاف حدودي بين البلدين في إقليم ناغورنو كاراباخ، ولكن يعني مصر بمكانتها ومكانة زعيمها اللي كرم في الهند في مستهل هذه الجولة كضيف شرف احتفال للهند بيوم الجمهورية اللي بيوافق تأسيس دستور عام 1950، معناه أن لمصر مكانتها في آسيا، سواء كنا نتحدث عن جنوب آسيا في الهند باكستان وهذه المنطقة الهامة من العالم أو شرق آسيا. فأنا أعتقد أن الحديث عن وسط آسيا يكمل التوجه شرقا ويكمل أيضا إحياء العلاقات التاريخية والثقافية الهامة اللي جمعتنا دوما بالهند وجمعتنا دوما بأذربيجان ودور الأزهر الشريف وأرمينيا بجاليتها المتميزة والعلاقات التاريخية الضاربة بجذورها في التاريخ، أن نحيي هذه الصلات كما نفعل في أوروبا. لدينا علاقات متوسطية قبرص يونان، لدينا علاقات في وسط أوروبا مع إقليم شرق ووسط القارة في مجموعة الفيشغراد، لدينا الآن علاقات واثقة مع دول كومنولث التي أنشأنا من بشأنها يعني صندوق تمويل دول الكومنولث. مصر تعمل من خلال وزارة الخارجية وآلياتها اللي هي الوكالة المصرية الآن التي ضمت الكومنولث مع إفريقيا في وكالة تمويل ودعم وإسناد اقتصادي وتنموي. يعني لدينا بكل تأكيد العديد من المجالات سواء كانت سياسية وأمنية وعسكرية، أو كنا نتحدث عن الاستثمار وريادة الأعمال، والرئيس يقدم دايما مصر كفرصة استثمارية واعدة، ومزيد من السياحة أيضا يأتي من أذربيجان وأرمينيا وإحياء الجذور، يعني كما فعلت السيدة وزيرة الهجرة في مشروع إحياء الجذور السابقة في مشروع إحياء الجذور مع قبرص واليونان، نحيي الجذور أيضا مع جالية الأرمنية المنتشرة في كافة أنحاء العالم لزيارة المقار والنوادي والأنشطة الهامة التي كانت جزء لا يتجزأ من حياة الأرمن في مصر. مظبوط، مسرح الهوسابير، يعني مسرح الهوسابير على سبيل المثال من 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 بنات افكار او منجزات المجتمع الارميني في مصر مثلا. ايوه، وشارع نبار باشا يعني شاهدا يعني على طبعاً. اسم عظيم من الاسماء، وما زال نيلي لبلبة فيروز انوشكا اسماء طبعاً. كبيره يعني. وفي الاعلام والثقافه طبعاً. تجاره، ودايما هم قريبين للقلب يعني طبعاً. حتى عندما خدمت في استراليا كانت الجاليه الارمنيه من أولى الجاليات التي دعتني لزيارتها، فنحن
قريبين من هذا الشعب وقريبين من الشعب الأزاري، ومصر صديقة لكل من يبغي الخير، وأنا أعتقد أن الخير سيأتي كثيرا عندما ننوع مصادر العلاقات ومصادر التعاون الاقتصادي والسياسي. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك. في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة باكو بدولة أذربيجان، استقبل السيد إلهام علييف رئيس دولة أذربيجان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي زوغلوبا، حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمية وتفقد حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الآذري إلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. أعقبها جلسة موسعة للوفدين بحثت آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وعقد مؤتمر صحفي للرئيسين. وعقب انتهاء الزيارة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث كان في وداع سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في دولة أذربيجان. متوجها إلى دولة أرمينيا، حيث كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في دولة أرمينيا. النهارده دكتور مصطفى مدبولي كان في زياره لمدينه حدائق العاصمه بعد الانتهاء من 30,000 وحده سكنيه، مساحتها مساحه الوحده يعني 90 متر، هي مخصصه
لمحدودي الدخل في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وخطوة مهمة جدا لأنها طبعا يعني احنا بنتكلم منها شرق مدينة بدر عند ما بين الدائرة الإقليمي وما بين طريق السويس، قريبة جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، بتخدم مناطق كتيرة سواء كان العاصمة الإدارية كان بدر كان العاشر من رمضان. موقع مهم جدا ووحدات سكنية إن شاء الله يكون ليها تأثير كبير جدا في الشريحة اللي هي بتستهدفها الحقيقة. كمان النهاردة رئيس الوزراء زار أحد مصانع الأدوية في العاشر من رمضان. الحقيقة موضوعين مهمين جدا وزيارتين مهمين، ولكن رئيس الوزراء النهاردة بعد هذه الجولة كان ليه تصريحات إعلامية غاية في الأهمية، حوالي 4 أو 5 نقاط مهمين جدا. النقطة الأولى أو التصريح المهم الأول اللي رئيس الوزراء أشار إليه، قال إن أو أعلن إن تقريبا تم الانتهاء من تكدس البضائع في المواني بشكل نهائي، يعني خلاص ما بقاش في أي بضائع مكدسة في المواني، الأمر اللي احنا كنا بنعاني منه على مدى حوالي 10 شهور أو 9 شهور تقريبا، هذا الأمر انتهى، وإن معدل البضائع الموجود في المواني رجع تاني زي ما كان الأول، البضاعة بتنزل من المركب بتتفرغ بتنزل الميناء بتاخد الدورة بتاعتها في الإفراج الجمركي وبتخرج، اللي هو الطبيعي بتاع أي ميناء في العالم، ولكن أزمة تكدس البضائع في المواني انتهت. وإن زي ما أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبلغ دكتور مصطفى مدبولي، هو حتى أشار لده نصا يعني في تصريحاته، الدكتور مدبولي قال إن الدكتور علاء عز أبلغه إن بالفعل المصانع دلوقتي لا ينقصها شيء لبدء العمل بكامل طاقتها، وإن المصانع عندها مخزون من المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج يكفيها شهرين قدام. الكلام ده مهم، ده الكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى مدبولي نقلا عن دكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن المصانع دلوقتي خلاص شغالة، مفترض إنها تشتغل خلاص بكامل طاقتها، كل البضائع أو مستلزمات الإنتاج موجودة في مخازن المصانع اللي تكفيها شهرين. ده الحقيقة جزء مهم جدا النهاردة في تصريحات رئيس مجلس الوزراء. كان برضو مجموعة من التصريحات التانية اللي كانت مهمة فيما يتعلق بأن الحكومة هتطرح عدد من الشركات أو الإعلان عن الشركات اللي هتنزل البورصة لعام 2023، إن شاء الله هيكون في غضون أسبوعين هيتم طرح هذه الشركات أو الإعلان عن طرح هذه الشركات. كمان الأسبوع المقبل هتفعل إن شاء الله المبادرة الخاصة بدعم الصناعة والزراعة اللي هي بفايدة 11%، وأمور تاني الحقيقة كتير هنتوقف عليها في تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء. ولكن لازم الأول أروح لدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية. دكتور علاء مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير عمرو باشا، ومساء الخير للساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتور علاء. النهارده دكتور مصطفى مدبولي استشهد وذكر ما حضرتك ذكرته لي فيما يتعلق بان المصانع دلوقتي تستطيع انها تعمل بكامل طاقتها، عندها مخزون في المخازن يكفيها شهرين قدام. حابين نعرف التفاصيل يا فندم. حضرتك احنا يمكن كلنا عارفين المشكله اللي كانت موجوده، ان هناك بضائع كانت متاخره في المواني، كانت بتقعد ب6 7 أشهر على ما يتم الافراج عنها. ابتدى يمكن من اول ديسمبر الحل العملي في ذلك، والافراج توالى من اول ديسمبر. النهارده اعلن دوله رئيس الوزراء ان تم الانتهاء من كل المتاخرات اللي موجوده. فدلوقتي زي ما حضرتك اشرت البضاعه اللي بتوصل بتاخد دورتها وتقعد. النهارده اللي موجود عندي في البضائع هو اقل من 4.8 مليار تقريبا، وهو المتوسط اللي كان موجود في يناير 22 او تمام. ديسمبر او نوفمبر السابق. ده المتوسط الطبيعي بتاعي اللي هي على ما بتاخد الدوره، دي بتتضمن حوالي 3 مليار سلع وصلت ولكن ما ابتدتش لسه في اجراءاتها. تمام. احنا يمكن كنا بنحصر المتاخرات بالنسبه للمصانع في تواصل مستمر مع المصانع كلها عشان نضمن ان عندها اللي يشغلها على الاقل ورديه. ودلوقتي اللي بيجي لي من المصانع انا عندي شحنات وصلت الميناء بس مسنداتها لسه ما جاتش البنك. يعني بنتكلم على بدل 6 أشهر متاخر بقى دلوقتي بنتكلم على المساندات لسه ما وصلتش، معناه انه ما عندوش حاجه متاخره. تمام، كويس قوي. يعني كده فاد نقدر نقول ان احنا قلبنا الصفحه الخاصه بوجود بضاعه او مستلزمات انتاج في المواني وليها اثر مهم. بس انا عايز اذكر حاجه مهمه، حضرتك تلاحظ كان دوله رئيس الوزراء بيصرح كل اسبوع بافراجات في حدود 1.5 مليار دولار كل اسبوع تقريبا. متوسط وارداتي الشهريه من 6 من 5 ل 7 مليار على حسب الشهر.
فمعنى هذا ان انا بافرج عن كل ما يصل الي. تمام تمام. النقطه بقى اثر الكلام ده ايه انا كمواطن، الكلام الكبير ده كله يفرق معايا في ايه؟ مظبوط. النهارده السلع اللي كانت بتيجي كانت محمله بغرامات تاخير وايجار كونتينرز، وبالتالي سعرها بيعلى. كان البنك ما بيدبرش، فحتى لو افرج عنها بضمان المورد كان بيضطر عشان انزلها السوق بحط هامش مخاطره عالي. تمام. سعر الدولار اللي ممكن يتدبر لي كمان شهر او اتنين او ثلاثه. النهارده بيتدبر في نفس اليوم، وبالتالي انا عارف السعر بسعر صح، ما بحطش هامش المخاطره. في نفس الوقت المصانع كانت بتشتغل بطاقه محدوده. وبالتالي بحمل على السلعه الواحده نسبه عاليه من المصاريف الثابته. اكيد. دلوقتي شغال بطاقه كامله. وبالتالي بنسبة كم في المية يا فندم؟ بنسبة كم في المية المصانع يعني خصوصا في السلع الغذائية أساسا يعني شغالة بكامل طاقتها؟ المصانع الغذائية كلها شغالة ثلاث ورديات لسبب واحد، إن أنا داخل على رمضان. تمام. وبالتالي أنا محتاج إن أنا أكتر في الإنتاج اللي موجود. هو مش هيشغل ثلاث ورديات لو ما عندوش بضاعة في المخازن أو مستلزمات إنتاج في المخازن. حضرتك أنا مشكلتي دلوقتي إن هناك سلع أفرج عنها اتدبر لها الدولار، خلص دورة الإفراج، ولكن ما عنديش نوعية الشاحنات اللي مطلوبة أو السرعة إن أنا أطلع من المينا للمصنع. مفهوم. إنما المصنع مخزن الوارد بتاعه بتاع الخامات مليان، وبالتالي شغال بكامل طاقته. تمام. هنا بقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت، المواطن اللي قاعد بيسمعنا يقول طيب أنا الكلام المهم الكلام الكبير ده هيسمع معايا إمتى؟ حضرتك الدوره ما بين الكامات لما بتطلع من المينا، واحنا بنتكلم اتفقنا يمكن مع معظم المصانع ان لو طلع له خامات كانت متاخره فعليها غرامات، يدوبها في خامات طازه لسه واصله، وبالتالي بقلل من التكلفه. في نفس الوقت حضرتك تعلم جيدا ان كافه المصانع واقفه في ظهر الدوله بالكامل. يعني دي انا بشكر الصناعه فيها المصريه. في مبادرة أهلا رمضان منزلة السلع يا إما بسعر الجملة، وهناك بعض السلع بتنزلها بأقل من التكلفة وبتحمل الفرق ده على السلع الفاخرة الأخرى. وبالتالي أنا حاليا عندي آلية بنزل بيها سلع مخفضة إن شاء الله تسمع في بقية السوق كله في اتجاهين. النهاردة مع الخامات اللي طلعت والمصانع اللي شغالة بكامل طاقتها، متوقع خلال ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع تبتدي هذه السلع تظهر في الأسواق. تمام. في نفس الوقت ان الاسعار المخفضه اللي موجوده في منافس اهل رمضان بتجبر المحلات المجاوره ليها انها تنزل بالاسعار، وبالتالي المجاور ليه بينزل بالاسعار، فبتشد لي السوق كله الى اسفل. مظبوط مظبوط. النقطه يمكن اللي تطمنا كلنا، يمكن دوله رئيس الوزراء ذكر التقرير بتاع ستاندرد اند بور. مظبوط. اللي اهم حاجه فيه ان هو بيتكلم عن احنا السنه الماليه بتاعتنا نص 22 مع نص 23. بيتكلم على الكام شهر الجايين، انا عندي 17% السنه الماليه التاليه هينزل 12%، عجز الميزان التجاري هينزل من 10.8 ل 9، الدين العام هينزل من 86 ل 82. دي مؤشرات من اهم طبعًا. ما يمكن طبعا احنا حققنا اعلى صادرات في تاريخ مصر 35 مليار دولار السنه اللي فاتت. الصادرات البترولية طلعت 18 مليار بزيادة حوالي 40%. عندي وصلنا تقريبا لمليار دولار استثمارات خلال الكام يوم اللي فاتوا في شهر يناير. فابتدت الرؤية تبان ان احنا متوجهين ناحية الافضل. طيب دكتور علاء، دكتور علاء انا اسف بس يعني عايز تعليق من حضرتك على ما ذكره برضو النهارده دكتور مصطفى مدبولي بانه تمت الموافقه على الضوابط اللي هتسمح للهيئه العامه للتنميه الصناعيه ان هي تلغي او تخفض الاقساط اللي على المصانع المتعثره. واعتقد دي جزئيه مهمه جدا، لان جزء من المصانع كان عندها ازمه خارجه عن ارادتها، اما في تدبير قطع غيار اما في تدبير مستلزمات انتاج فتراكم عليهم ديون. النهارده بالفعل دكتور مصطفى مدبولي بيقول ان الهيئه العامه للتنميه الصناعيه بامكانها اما الغاء او خفض غرامات التاخير. يا فندم دي سلطه مجلس الوزراء وتم تفويضها لهيئه التنميه الصناعيه للتاخير والاسراع، ودي يمكن هتدي انفراجه للصناعه المصريه. نفس القصة عملها بالنسبة للمطورين الصناعيين، دا
ده هيجذب لي استثمارات هيساعدهم ان هم يروجوا اكتر لجذب استثمارات. احنا بنبص رؤيه مستقبليه كمان يعني زياده سعر توريد دب القمح ل 1250 بدل 1000 دي هتشجع المزارعين ان هم يزرعوا قمح مستهلك للموسم القادم. مظبوط. وبالتالي هيقل اعتمادي على الاسواق المتذبذبه سواء روسيا او اوكرانيا. فاحنا مش بس بنحل مشاكل الفتره اللي فاتت ولكن بنبص مستقبليا ان نمنع ان تحصل مشاكل في المرحله القادمه. اكيد ان شاء الله. انا شاكر جدا وجود حضرتك معانا دكتور علاء عز الامين العام للغرف التجاريه، شكرا لحضرتك. تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة حدائق العاصمة الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها. وتفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدة السكنية المنفذة بمدينة حدائق العاصمة والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتضم مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحات متعددة. ما احنا النهاردة في قلب أول حي متكامل بينتهي بالكامل من المدينة في أقل من 18 شهر. الحي ده زي ما حضراتكم شايفين هو جزء من برنامج سيادة الرئيس سكن كل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية. عشان بس يعني نبقى حاسين بالرقم، 30 ألف وحدة سكنية ده كان بيبقى إجمالي ما يمكن أن تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشائه في سنة واحدة قبل 2014، كان هو ده المتوسط. لكن احنا مجرد في حي واحد فقط من واحدة من المدن اللي النهاردة الدولة المصرية كلها بتبنيها وبتبنيها لشبابها والمحدود الدخل والمتوسط الدخل. وتضم مدينة حدائق العاصمة مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة بالإضافة إلى مناطق صناعية ومشروعات استثمارية فضلا عن المحاور الخضراء والمناطق اللوجستية والمشروعات السياحية. صراحة مكان جميل جدا، يعني مبسوطين جدا النهاردة، احنا ما كناش متوقعين ان المكان كده، يعني مكان تحفة وفي مدارس وفي صحة وفي زي ما انت شايف نادي، حاجة تحفة بصراحة. يعني حاسين ان احنا مش في القاهرة اساسا. يعني الصراحة الوحدة الصحية، النادي، المدارس، مدينة متكاملة، مدينة كلها خضرة، فالصراحة جودة حياة. وبنشكر القيادة السياسية وبنشكر فخامة الرئيس، ويعني عايزين بس نحافظ، اهم حاجة احنا كمواطنين نحافظ على المدينة. صراحة حاجة تحفة وانا مبسوط صراحة. وخلال تصريحات ادلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها. احنا النهاردة بقى متوسط البضائع اللي موجودة على مستوى كل مواني مصر يعادل بالظبط المتوسط اللي كان تقليدي وعادي جدا بيتداول على مدار الايام والشهور فيما قبل الازمة. وبالتالي الحمد لله يعني خرجنا من أزمة المتراكم والبضاعة المتراكمة اللي في المواني، وده اللي أكده لي الحقيقة رئيس اتحاد الغرف أو أمين عام اتحاد الغرف التجارية في اجتماعه يوم الأربع الماضي معايا، وكان أكد لي أن النهاردة نقدر نقول كل المصانع النهاردة رجعت الحمد لله تشتغل تقريبا بكامل طاقتها، وعندها مخزون يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بافتتاح واحد من مصانع الأدوية لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية. هو ده بيدي دفعة للقطاع الخاص وبيدي دفعة إزاي الدولة هي بتقف جنب الصناعات الجادة، رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص إن في نفس الوقت الدولة موجودة معاكم وإحنا موجودين ومتواجدين جنبكم بندعمكم وبتساعدكم. وأنا بشكر بصراحة يعني كافة مؤسسات الدولة اللي وفرت لنا الدعم والمساندة لحد ما قدرنا نخرج الصرح اللي حضراتكم شايفينه ده. وتستهدف شركة بيوجينيريك فارما تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية بهدف تقليل الاعتماد على المنتج المستورد والتوسع للتصدير في مختلف الأسواق الإفريقية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. النهاردة كمان ما كان أشار إليه دكتور علاء عز فيما نشره مجلس الوزراء، مركز إعلامي مجلس الوزراء، نقلا عن وكالة فيتش للتصنيف ستاندرد اند بوز للتصنيف الائتماني بأنها حافظت على التصنيف الائتماني لمصر عند بي بنظرة مستقبلية، بنظرة مستقرة مستقبلية فيما يتعلق بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري
خلال العام الحالي. مستوى بي بنظرة مستقبلية مستقرة، دي تامن مرة يعني نقدر نقول بيحافظ فيها الاقتصاد المصري على هذه المكانة، دي الحقيقة. وطبعا أهل الاقتصاد وأهل الاقتصاد هم اللي يقدروا يقولوا ده يعني أفضل مني، ولكن ده بيدي مؤشر للمؤسسات الأجنبية وللاستثمار الأجنبي وأيضا للسوق المحلي بأن الدولة المصرية قادرة أن هي توفي بالتزاماتها بما عليها من مستحقات، بما عليها من ديون، بتقدر أن هي توفي بكافة التزاماتها سواء للداخل أو للخارج. الحفاظ على الوضعية الخاصة باقتصاد مستقر بنظرة إيجابية مستقرة، ده أعتقد شيء كويس جدا لازم ان احنا نفهمه ونشوف بقى مآلاته او تداعياته ايه، النتائج اللي هتترتب عليه ايه. من دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير عمرو بيه، تحياتي لحضرتك استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. ماذا يعني ان ستاندرد اند بورز تحافظ على التصنيف الائتماني بتاعنا بنظره مستقره مستقبليه؟ يعني ببساطه ان مصر حتى الان قادره على التعامل مع التحديات اللي بتواجهها، واللي هي الحقيقة جزء من التحديات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي ككل. احنا الاقتصاد العالمي الحقيقة في مرحلة مضطربة للغاية، احنا بنتكلم مش أزمة مالية فقط، احنا تقريبا العالم كله أو الوضع الاقتصادي العالمي كله داخل في كارثة اقتصادية الحقيقة، لأنه الصراع محتدم والتصعيد المضاد ما زال مستمر. ما يتعلق بالاقتصاد المصري بالتأكيد هو حتى الآن صامت في مواجهة هذا الأمر، ولما يصدر تقرير من مؤسسة عالمية كبرى زي ستاندرد بورز تشير إلى أنه النظرة المستقبلية مستقرة وتبقي على ذات التصنيف الائتماني في الوقت اللي هي بتتجه هذه المؤسسة لتخفيض التصنيف الائتماني لدول أخرى، يبقى معنى كده أن الاقتصاد المصري قادر على تحمل الصدمات. والأمر الأكثر أهمية هو ما أشارت إليه التقرير في أنه ما زالت الدولة المصرية ملتزمة التزام قوي في اتجاه الإصلاح. دي الحقيقة مسألة مهمة جدا، أنه على الرغم من التحديات اللي بتواجهنا إلا أن احنا الحقيقة بنتعامل معها وبناخذ الخطوات الإصلاحية في التوقيتات المناسبة. يمكن التقرير أيضا أشار لعدد من نقاط القوة داخل الاقتصاد المصري وعدد من قطاعات النشاط الاقتصادي اللي متوقع لها مزيد من النمو واللي هتدعم من معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة. أخذنا في الاعتبار أنه التقرير أشار إلى أنه متوقع خلال العوام الثلاثة القادمة أنه معدل النمو الاقتصادي هيتجه لمزيد من الصمود والتحسن، واعتمد في ده على ثلاث قطاعات أساسية يمكن الحقيقة هم دول الأكثر دعما للنمو الاقتصادي في الفترة الحالية، وأتصور هذا الأمر سوف يستمر معنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة. بالتأكيد قطاع الطاقة بشكل عام هو يمكن قاطرة النمو والتنمية خلال العامين الماضيين على وجه التحديد، وإحنا الحقيقة كنا بنشوف زيادة مهمة للغاية في أرقام الصادرات في قطاع الطاقة بشكل 40% زيادة يعني. صحيح، وقطاع البترول والغاز. القطاع الثاني هو قطاع البنية الإنشائية والعقارية، وده كمان الحقيقة من القطاعات الهامة للغاية، أخذا في الاعتبار أنه المشروعات القومية اللي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية واللي كان دوريتها بالتأكيد سواء كان بقى المدن الجديدة، العاصمة الإدارية، مدينة الإعلام، الحقيقة كل هذه المشروعات القومية ساهمت بدفع عجلة النمو الاقتصادي ودفع معدل النمو الاقتصادي، ومتوقع انه كمان هذا القطاع يساهم في مزيد من التحسن في معدل النمو الاقتصادي. القطاع الثالث هو الحقيقه كان الحقيقه سعيد بالنسبه لنا انه قطاع السياحه، انه اللي شهد تحسن مهم خلال العام الماضي انه يستمد معنا هذا التحسن خلال العام الحالي 2023، وخلينا ناكد على انه قطاع السياحه من القطاعات الهامه بالنسبه لنا لانه بيشغل عمالة كتير وداخل هذا القطاع بتعود على جيوب الناس مباشرة. ده الحقيقة من القطاعات اللي مهم انها تكون مستمدة معانا، لانه داخل هذا القطاع بيكون مباشر سريع بينعكس ايجابيا على القوى الشرائية للمواطنين وبيحرك الحقيقة معظم قطاعات النشاط الاقتصادي. ما ينفعش ما اسالش حضرتك دكتور هشام على ما اعلنه النهارده برضه دكتور مصطفى مدبولي ان في خلال اسبوعين هيتم الاعلان عن الشركات الحكوميه اللي هيتم طرحها في البورصه. شايف تاثير ده هيبقى ازاي يعني، خاصه فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر هنا؟ بالتاكيد مساله مهمه ان احنا الحقيقه محتاجين استثمارات مباشر. بصحيح يمكن الاستثمارات غير المباشره امر طيب ومطلوب، لكن كمان محتاجين استثمارات مباشرة، والمسألة مش بس انه الحكومة هتطرح عدد من الشركات
في البورصه، وانه قد يكون هناك مستثمرين يقدموا على اسمهم في هذه الشركات، لكن الاكثر اهميه انه احنا بنعيد انتعاش هذه الشركات ويضخ اليها استثمارات جديده، لانه حينما تتخرج الحكومه جزئيا او كليا ده بيبقى جزء من الاتفاق انه بيضخ اموال جديده في شرايين هذه الشركات، وبالتالي ده معناه انه في خطوط انتاج هتتوسع، في عماله هيتم توظيفها، في انتاج هيخرج للاسواق ويضغط على الاسعار. فالحقيقه هي مساله طرح الشركات في البورصه مش مجرد تخرج بقدر ما هو تعظيم القيمه المضافه للوضع الاقتصادي ككل. اكيد متشكر جدا وجود حضرتك استاذ الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك. الصناعه والاستثمار ابدا انطلق، عنوان مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي التاسع والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة كبيرة من المستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين. إن مؤتمر هذا العام يأتي في وقت يتطلب تضافر جهود الجميع في مصر من أجل العمل معا في مواجهة واحدة من أقوى التحديات التي تواجه العالم بكامله ونحن جزء منه، والتي ألقت بتداعيات وأعباء ثقيلة على كل مجالات الاقتصاد في العالم. هنناقش كل ما يخص الصناعة، أي تيسيرات المفترض أن الحكومة تقدمها، أي وسائل للتغلب على المعوقات اللي ممكن تواجه الصناعة، كمان جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية. ناقشت جلسات المؤتمر عددا من الملفات الهامة المطروحة على الساحة في الوقت الراهن، في مقدمتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، إضافة لبحث فرص الشراكة المتاحة مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. الدولة بتستهدف تعزيز مقومات الإنتاج، تعزيز الصناعة المصرية، إقامة مشروعات، في النهاية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. المؤتمر بيحظى بعدد من الجلسات فيها طرح النقاشات لكل القضايا اللي علاقة بالاقتصاد بجرأة، والحمد لله واحنا دايما بننتهي كل ما يتوصل الى المؤتمر من مقررات وتوصيات بتنقل الحكومه لتحويلها بعد كده لقرارات تصب في صالح الاقتصاد بس بشكل عام. كما تطرقت الجلسات الى سبل النهوض بالصناعه الوطنيه والسياسات الاستثماريه خلال الفتره المقبله سواء في مجال التكنولوجيا او غيرها لتعميق المنتج المحلي وتقليل معدلات الاستيراد وزيادة السعة التصديرية. لابد أن تفكيرك بغير تقليدي، إذن النهاردة أنا ممكن أسمح لجميع المصنعين اللي من يرغب الاستثمار والتصنيع في أي مكان، لو لم يتوفر دي مكان ندبر له إحنا المكان، أو حتى لو هيشتغل في بيته نوصل لهذه المرحلة. فعلا في بداية تشريعية من قبل الحكومة، في قوانين بتتغير، في محاولات لمساعدة الصناعة خلال الفترة الحالية، فلابد من الانطلاق. يعني الدولة النهاردة بتحاول ان هي تساعد في البداية، ولكن على القطاع الخاص ان ينطلق خلال الفترة اللي جاية. يأتي هذا المؤتمر لبحث ومناقشة تحديات الصناعة والاستثمار في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة. من مصر عمرو موسى. النهاردة 28 يناير 2023 بدأ تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بإجراءات نقل الملكية خاصة بالوحدات أو العقارات أو الأراضي المملوكة للمواطنين في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة. كان الأول لما حضرتك عندك شقة أو بيت في مدينة من المدن الجديدة زي أي بيت أو شقة مثلا مماثلة في المدن القديمة مثلا إنجاز التعبير، واحد عنده شقة في وسط البلد كان بيروح يشيرها في الشهر العقاري ويعمل الإجراءات بتاعته ويبقى معاه المشهر بتاعه. لكن لا، اللي بيشتري في أي مدينة جديدة عشان يروح يعمل شهر عقاري أو يشهر الوحدة بتاعته تبقى مشهرة في الشهر العقاري، كان الحقيقة بيبقى الوضع صعب وما كانش بيقدر يعمل ده. كان القانون يعني في مجموعة من المشكلات اللي بتمنع ده أو بتعيق ده. دلوقتي بقى في تعديلات بدأت من النهاردة، هيستطيع بالتالي أي مطور عقاري عنده أراضي أو وحدات سكنية أو حتى أفراد، يعني أنا اشتريت من شخص شقة مثلا في أي مدينة جديدة، هيبقى الإجراءات سهلة بالنسبة لي أن أنا أقدر أروح للجهاز أن أنا أبتدي أعمل إجراءات الشهر بتاعتي. حتى كمان الرسوم الخاصة بالشهر
عشان أشهر الشقة أو الأرض أو المخزن أيا كان، زي ما هو متبع في باقي المدن في الجمهورية. يعني الشقة من أول 100 متر بحد أقصى يعني 3900 جنيه، أكتر لا هقول لحضرتك بالظبط، رسوم التسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة، ده حتى 100 متر، وبحد أقصى 3900 جنيه للوحدات اللي هي أكتر من 300 متر، ده بالنسبة للبيوت أو للشقق. يعني الأراضي اللي مساحتها من 100 ل 200 متر بنتكلم على رسوم الشهر العقاري بتاعها 3650 جنيه، من 200 ل 300 بتتكلف 4150 جنيه، أكتر من 300 متر حوالي 4900 جنيه، من 5 ل 10 فدان التكلفة بتاعتها 4650 جنيه، أكتر من 10 فدان حوالي 5650 جنيه. يبقى بالتالي واضح إن الأمور كده هتبقى أسهل للناس اللي حابة إنها تسجل، عنده بيت، عنده فيلا، عنده شقة، عنده حتة أرض، مخزن موجود في أي من المدن الجديدة، يقدر بالتالي من باكر إن هو يروح يشهر هذه الوحدة أو هذه قطعة الأرض الموجودة عنده، ويصبح عنده وثيقة رسمية ومعتمدة من الشهر العقاري. إزاي ده يتم؟ إيه الإجراءات اللي هتتم فيها؟ ده اللي هنعرفه من الأستاذ سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق. أستاذ سامي مساء الخير، إزاي حضرتك؟ خير يا فندم، شاكرين البرنامج الجميل عشان يعرف الناس تطورات التسجيل والإجراءات اللي هي القوانين الإجرائية كلها. قانون 177/2022 صدر بعدل قانون 27/2018 من قصر المجتمعات العمرانية الجديدة. لا قانون خاص، لكن هي لكن القانون الجديد لما جه ادى هيئة المجتمعات العمرانية انها تشهر تعرف اللي هو المطور العقاري الصادر منه مباشرة او من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال اجراءات الشهر خلال 30 يوم، والهيئه بقى بتحصل منه الرسوم. يعني كده يعتبر تسجيل اجباري. استاذ سامي لو ما سجلتش طيب. استاذ سامي معلش خليني واحده واحده بس، يعني حتى حضرتك تكون استقريت بس في مكان فيه شبكه كويسه. هنفترض انا يعني هحط نموذج او مثال قدام حضرتك وتقول لي الحاله دي ايه. واحد راح اشترى شقه من مطور عقاري في احدى المدن الجديده، لما حب يسجل قالوا لا مفيش تسجيل، وهو الارض نفسها مش مسجله او اذا كانت الارض مسجله فلسه مفيش ايه تسجيل في الشهر العقاري. هنا الشخص المالك الشقه دي هيروح من تلقاء نفسه حتى لو الارض دي المطور العقاري الشركه اللي هو شاري منها مش مسجل الارض؟ ايوه، يروح في نماذج لتحقيق واقعه ماديه بالنسبه للحائز لمده 5 سنوات، وفي اذا كان في تصرف المحرر له نموذج، يعني في معاه عقد مسجل، يعني هو نزل نماذج متعدده متنوعه عشان تسهل للناس الاجراءات، نوضح فيها ايه المرتقات وايه الاجراءات وايه المطلوب. يعني سواء كان الارض المبني عليها الكومباوند، مبني عليها التجمع السكني او العماره مسجله او غير مسجله، هيقدر من بكره يقدر المواطن يروح للجهاز اللي هو تبعه يروح يسجل. هيلاقي نموذج خاص بيه. هيلاقي في نموذج خاص بيه، هم 8 نماذج القانون لائحه نصت عليهم، وطبعا هو الرسوم زي ما هي زي ما حضرتك قلت مفيش تعديلات. تمام. والاجراءات بقت سهله، في نموذج هتملاه، شوف الحاله بتاعتك تخضع تحت انه نموذج وبتملاه وتقدمه للمعموريه المختصه. طيب اذا كان شخص شاري من شخص، ما المدن الجديده اما اشترى من مطور عقاري من شركه عقاريه او اشترى من شخص زي واحد بنى عماره والارض مش مسجله، ما كانش مسجل الارض. سواء مصور عقاري او افراد او غيره، هو القانون سمح ومنح في الاخر لهيئه المجتمعات العمرانيه اللي هي تقوم بالتسجيل. انها تقوم بالتسجيل. لو هو لو المتصرف اليه اللي هو كان سواء المطور العقاري او كان التصرف صادر من الهيئه مباشره او من غير، في حاله عدم قيام اللي هو الشخص ده المطور باستكمال اجراءات الشهر خلال 30 يوم هتقوم الهيئه تحل محله في التسجيل، وبعدين تحصل منه بعد كده رسوم التسجيل. يعني هتديله مهله. احنا اللائحه التنفيذيه هي صدرت يوم 4 يناير اللائحه التنفيذيه، فهيقعد شهرين من 4 يناير لغايه 4 مارس.
صح كده فن؟ بعد 4 مارس لو المطور العقاري او صاحب قطعه الارض الاصليه ما اشهرش، المجتمعات العمرانيه الجهاز هو اللي هيشهر على حسابه بقى، على حساب المواطن، على حساب صالح الشقه المطور. لا، على حساب المطور العقاري. ايوه، على حساب المطور. اه، على حساب المطور نفسه. اه، انما انا كمواطن ادفع ايه؟ هو المواطن بيدفع رسوم التسجيل زي ما حضرتك قلت، اللي قلناها دي. اه، اللي حضرتك قلتها دي كده مظبوطه، مفيش فيها تعديل، والرسوم زي ما هي من زمن، يعني ما اتعدلتش سواء في قانون 9 تمام 22 او في القانون الحالي بتاع المجتمعات العمرانيه الجديده. طيب مفيش ضريبه تصرفات عقاريه، فصل ضريبه التصرفات العقاريه عن التسجيل حسب ما القانون 9 ما نزل. معلش يا فندم، نعيد الجزئيه دي تاني معلش. فصل ضريبه التصرفات العقاريه. مظبوط. التصرفات العقارية اتفصلت، يعني ما كنتش عارف اسجل الا لو كنت دافع التصرفات العقارية على الوحدة زمان يعني. استاذ سامي، طيب هي الجزئية دي فعلا ان اقدر اسجل الوحدة بغض النظر يعني كان مدفوع التصرفات العقارية عليها او لا، ف يعني اعتقد من النهاردة بقى او من بكرة الصبح ان شاء الله نقدر نقول ان هيكون متاح بقى امام الناس اللي هي في المدن الجديدة، المجتمعات العمرانية الجديدة، في اي مكان، زايد، عبور، شروق، بدر، يقدر ان هو برج العرب الجديدة، اي مدينة جديدة تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الناس ما كانتش بتسجل، وده هيبقى خطوة جديدة بالنسبة لناس كتير كانت الناس بتسأل عايزة انها تأمن ملكيتها، تأمن الوحدة اللي هو شاريها، قطعة الارض، المخزن، ايا كان، البيت، عايز ان يبقى معاه عقد مشهر، العقد الاخضر. فكان في المدن الجديدة محدش معاه العقد الاخضر تقريبا يعني، لكن دلوقتي خلاص اصبح هذا الامر يقدر ان هو يكون متاح، اي حد يقدر ان هو يروح لجهاز المدينه اللي هو تابع ليها ويقدم النموذج. طيب استاذ سامي ممرج، على مره ثانيه رئيس مصلحه الشرع العقاري السابق، حضرتك ذكرت انه خلاص تم الفصل من مده من السنه قبل اللي فاتت ما بين التصرفات العقاريه والشهر. استاذ سامي، طيب خلاص رجع، خلاص فقدنا الاتصال بالاستاذ سامي امام، بشكره شكرا جزيلا، واعتقد دي هتبقى جزئيه مهمه لاي حد من حضراتكم بكره يقدر ينزل يشوف الجهاز المدينه اللي هو تابع ليها ويشوف الاجراءات الخاصه بشهر شقته او بيته او ارضه، وان شاء الله يكون ده خطوه مميزه وخطوه مهمه جدا. بدء استقبال مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارا من يوم 28 من يناير الجاري تطبيقات التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة. يأتي ذلك تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار في المدن الجديدة من تسجيلها إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسجلة. وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والذي وافق عليه مجلس النواب في 22 من نوفمبر ووضع اللائحة التنفيذية له يوم 4 من يناير الجاري، ويتضمن عدة تيسيرات. فالقانون كان يلزم المطورين بتقديم طلبات تسجيل الأراضي خلال 15 يوم من صدور لائحة تنفيذية، لكن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات تسجيل الأرض على نفقة المتصرف إليها المطور العقاري، سواء كان التصرف منه صادر بطريقة مباشرة أو من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 من يناير الجاري. فالقانون كان يقتصر التسجيل على المجموعات السكنية وحدها، لكن التعديل جعل التسجيل يمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية. قريبا ان شاء الله على شاشه اون التابعه للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هيكون في برنامج جديد، هو برنامج الكونتينر للفنان الجميل احمد داوود، برنامج بيتكلم عن جهود مصر في توطين الصناعه، تعزيز المنتج المصري، بيلقي الضوء على الصناعات الوطنيه والتصدير ووجودها في الاسواق الخارجيه. برنامج ان شاء الله يكون مميز واضافه قويه باذن الله. عندنا عقدة احتار الطب في علاجها، اسمها عقدة الخواجة.
عقدة أساسها إننا مش عارفين قيمة نفسنا، فاكرين إن الخواجة أشطر مننا، مع إن الخواجة نفسه بقى بيبعت يصنع حاجته عندنا من مصر للعالم كله. في آخر كام سنة بقينا بنصنع كل حاجة وأي حاجة، من الإبرة للصاروخ. كل اللي بيطلع من المصنع بيبدأ من البقرة دي. ملابس، إكسسوار، صناعات غذائية، جلود، أجهزة كهربائية، صناعات تقيلة، صناعات مكملة، كله موجود عندنا. في آخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة بالضاعة من صنع إيدينا، بتسافر لكل بلاد العالم خارجة من هنا، من عندنا في مصر. أشهر الماركات العالمية وأكبر الأسامي العريقة في الصناعات المتطورة، منتجاتها بتتصنع عندنا وتتشحن على بلادها، وعليها ختمنا، ختم بكل فخر صنع في مصر. نسيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في مصر. مصر في آخر كام سنة حصل فيها شغل نقلها نقلة تانية على الخريطة الصناعية، وبقت لعيب أساسي في الصناعات كتيرة متطورة. سر الصنعة والخبرة والحرفنة وتاريخ كل صناعة من أولها هنعرفه هنا في الكونتينر. الرئيسي حديداز، خبراء صناعة مصر. يلقى ذوي الاحتياجات الخاصة احتفاء خاصا في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويضم جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض الكتاب عدداً من الجمعيات التي تقدم منتجات ومشغولات أعضاء كل جمعية، والعديد من المطبوعات والكتب بطريقة برايل للمكفوفين. احنا متواجدين في معرض الكتاب من خلال جناح في صالة 3 بي 13، وكمان عندنا جناح تاني في بلازا 2، بيعرضوا كل منتجات للأشخاص اللي عندهم إعاقة المختلفين من حيث كل الإعاقات، إعاقة سمعية، بصرية، ذهنية، حركية، منتجات بصنع أيديهم. معايا منتجات لأكثر من 200 فنان. احنا من أنشطة المجلس كمان جوه معرض الكتاب عندنا فعاليات ثقافية ما بين ندوات وما بين ورش أطفال خلال أيام المعرض. كمان مبادرة معرض الكتاب بالإشارة مع 15 مترجم لغة إشارة متطوعين بيترجموا البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب يوميا. بصمم كتب تفاعلية للأطفال، والكتب التفاعلية بتخدمهم عن طريق حواسهم، سواء طفل حركي أو طفل عنده إعاقة، وعاملة مكت بيتكلم عن مدينتي أصحاب، عن التنمر وإن كلنا أصحاب حاجة واحدة، وإزاي لو الطفل عادي شاف أطفال زي كده يتعامل معاهم بكل حب، وإن إحنا كلنا حاجة واحدة مدينة الأصحاب. إحنا هنا السنة دي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة السنة الخامسة على التوالي، احنا جمعية نور البصيرة بنشارك السنة دي في معرض الكتاب بمنتجات بامبو، مشغولات يدوية يعني، ومطبوعات برايل وأدوات برايل وشنط اللي هي بتبقى تريكو، مشغولات تريكو. كان احنا بنصنع أدوات تعليمية لصعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة، بازل وأدوات تانية لزيادة تركيزهم وتقوية عضلات إيديهم كل هيك. لو الأطفال بيشاركوا بنسبة 25%، يعني مش إحنا بس كأخصائيين أو كشغالين في المركز إحنا اللي بنعمل كل حاجة، لا الأطفال بيشاركوا. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبنيه لملف ذوي الهمم، تأتي ضمن الجهود المبذولة لدمجهم ضمن فئات المجتمع المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم. من مصر، مارينا أمير. وصلت بعثة النادي الأهلي إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية اللي هتبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي، والأهلي هيكون بيستهل مواجهاته مع أوكلاند سيتي 1 فبراير يوم الأربعاء بإذن الله. بنتمنى النادي الأهلي كل التوفيق في المشاركة السابعة ليه في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي من أكتر الفرق مشاركة، من أكتر الفرق بعد ريال مدريد وبرشلونة في تحقيق الانتصارات في كأس العالم للأندية، صاحب طبعا المركز الثالث في 3 نسخ 2016 2021 2022 السنة اللي فاتت. إن شاء الله يكون أداء مميز للرياضة والكرة المصرية ككل. النادي الأهلي هو ممثل الرياضة المصرية في هذا التجمع الدولي الكبير، في روح معنوية لطيفة جدا الكل شافها من الصور طبعا كابتن محمود الخطيب هو اللي بترأس بعثة النادي الأهلي، سافروا على طيارة خاصة النهاردة في روح
معنوية مهمة جدا، أو يعني أكيد ليها تأثير كبير إن شاء الله على مشاركة الأهلي وأداء الأهلي، سواء من النتائج الأخيرة اللي حققها في الدوري وتصدره للدوري بفارق واسع عن أقرب منافسيه، أو حتى ما تم إعلانه من 3-4 ساعات بس عن ضم اللاعب الجزائري الدولي أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف السابق إلى النادي الأهلي، لاعب مهم، خط وسط مهاجم قوي وشرس وعنيد، هيكون إن شاء الله إضافة قوية لفريق النادي الأهلي. كمان يعني الكلام اللي بيدور خلال الساعتين اللي فاتوا إلى حد كبير جدا جدا، أحمد قندوسي اللاعب الدولي الجزائري هيشارك مع النادي الأهلي، هيكون متواجد مع النادي الأهلي في المغرب. حضراتكم عارفين في كاس إفريقيا للمحليين للبطولة اللي بتجرى حاليا، وهو بيلعب مع المنتخب الجزائري للمحليين، وطبعا مجيد بوجرة هو المدير الفني الجزائري، فيعني يبدو ان في موافقه، يبدو ان في موافقه لاحمد قندوسي ان هو يسافر، يغادر المعسكر بتاع المنتخب الجزائري للمحليين ويسافر للمغرب عشان يلتحق بفريقه الجديد النادي الاهلي اللي وقع له زي ما حضراتكم شايفين من ساعات قليله لمدة 4 سنين ونص أو 5 سنين يعني، بمقابل أكتر من 2 مليون دولار. صفقة قوية جدا وروح معنوية مهمة ودفعة مهمة للنادي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية. برحب بضيفنا العزيز من المغرب المحلل الرياضي الكابتن عزيز عبد العظيم. كابتن عزيز مساء الخيرات، زي حضرتك كابتن عزيز؟ ابعت لي الصورة حالا. كابتن عزيز مساء الخير. كابتن عزيز، طيب لغاية ما رجع لنا كابتن، رجع لنا تاني كابتن عزيز، مساء الخير يا فندم. ألو يا كابتن عزيز. طيب معلش، لغاية ما رجعنا تاني عايز أقول لحضراتكم يعني تاريخ مشاركة النادي الأهلي، هو أكتر فوز يعني أو أكبر فوز يعني النادي الأهلي في مشاركاته في كأس العالم للأندية كانت في البطولة اللي فاتت في 2022 الرباعية الشهيرة يعني على الزعيم الهلال السعودي بأربع أهداف للا شيء، هو ثالث أكتر الأندية، النادي الأهلي ثالث أكتر الأندية فوزا بالمباريات في كاس العالم للانديه بعد ريال مدريد. ريال مدريد محقق 10 انتصارات، برشلونه 7 انتصارات. نسخه الكل بيتمناها الحقيقه انها تكون قويه من هذه البطوله، لانها كمان بتقام في شمال افريقيا وتحديدا في المملكه المغربيه الشقيقه، وان شاء الله يكون وشها حلو على النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه اللي هتتابع من يوم الاربعاء ان شاء الله مشوار النادي الاهلي في هذه البطولة الدولية المهمة. مش عارف هل كابتن عزيز رجع لنا تاني؟ كابتن عزيز عبد العظيم مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمرو، وسعيد جدا أكون مع حضرتك. شرف لينا كابتن، الله يخليك. زي حضرتك الأول وزي المغرب كده على حسك. الحمد لله بخير، ودايما أنتوا بخير إحنا بخير إن شاء الله. يا رب يبارك في عمرك. أرجوك قول لي الأصداء إيه بقى للاستعداد وجود النادي الأهلي إن شاء الله عندكم في كأس العالم للأندية. الأهلي طبعا دي حاجة تشرفنا كلنا، وحاجة تشرف مصر من المرة الثالثة على التوالي والمرة الثامنة يكون موجود في كأس العالم للأندية، وبالذات في المغرب. المغرب يعني في حب كبير للنادي الأهلي وحتى لمصر عموما يعني، ولكن المشاركة بتاعت الأهلي أستاذ عمرو المرة يعني هتكون مختلفة، ان اول مرة الاهلي يكون مكتمل تماما يعني، اول مرة يعني يكون مكتمل تماما قوي يعني، في لعيبة اساسيين مش موجودين يعني، لا يا الاصابات حتى يعني في اكرم توفيق مثلا يعني، محمد هاني عامل المردود كويس، احنا تمام. محمد هاني في كاس العالم بيبقى عامل بطولات كبيرة يعني، محمد هاني تخصص كاس عالم الاندية زي مباراة البايرن كده. وكمان يعني الشحات راجع بقوة، وكهرباء وجوده برضه هيفرق كبير جدا. الأهلي كان بيعاني في الفترة الأخيرة، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله أنا الإحساس ده إن هو
ان شاء الله نعمل بطوله كبيره ان شاء الله. استقبال الجماهير المغربيه ازاي لوجود النادي الاهلي؟ اكون مع حضرتك. استقبال الجماهير المغربيه لوجود النادي الاهلي كنادي مشارك في البطوله يعني؟ الحمد لله بخير، ودايما انتوا بخير احنا بخير ان شاء الله. انا كنت بسال حضرتك استقبال الجماهير المغربيه لفكره مشاركه النادي الاهلي. كابتن عزيز، يبدو ان كابتن عزيز في مشكله في التواصل، فبشكره شكرا جزيلا وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وهنتابع مع حضراتكم ان شاء الله كل ما هو جديد بخصوص مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. حابين نتكلم مع حضراتكم دلوقتي في مساله بقى طبيه تتعلق بالصحه وفصل الشتاء ونزلات البرد، وجزء يعني من الحالات بيتطور لا قدر الله يعني الى التهاب رئوي بدرجات ممكن تبقى مختلفة شوية، وكنا بنشوف ده فترة الكورونا. البعض كان إما كان بيتم الاكتشاف وبيتعالج كويس، الحالة بتشخص كويس بيتعالج كويس فبيخف الحمد لله الأمور بتبقى تمام. في بعض الحالات ما تعالجتش كويس أو ما كانتش خدت جرعة العلاج الكافية فالأمور تطورت إلى مضاعفات صحية خطيرة أو مضاعفات صحية شديدة. وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، معدلات الوفاة من 14% ل30% من مصابي الالتهاب الرئوي قد تحدث ليهم حالات وفاة. هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم مع ضيفنا العزيز على ايه هي الأعراض اللي لما الواحد يجي له، كلنا بيجي لنا دور مثلا الكحة، بيحس بضيق في التنفس، في إفرازات مثلا مع الكحة أو ما شابه، في الحالة دي يعمل ايه؟ فكرة لما يتعرض لالتهاب رئوي أهمية أنه هو يخلص كورس العلاج، طب يتأكد بعد كده أن الرئة عنده سليمة ولا لأ، أو الالتهاب ده شوفي ولا لأ، لأن ده بيبقى ليه مضاعفات تانية هنتعرف عليها من أستاذ دكتور عاصم فؤاد العيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم. دكتور عاصم مساء الخير، إزاي حضرتك؟ مساء النور أستاذ عمرو وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. بعض الناس بتتهاون، ممكن يبقى عنده كحة جديدة يقول لحضرتك ده أنا عندي كحة جديدة، وبياخد بيوصف لنفسه أو الصيدلي يوصف له أي مضاد حيوي مع موسع للشعب والشعب والدنيا بتمشي، خطورة ده إيه يا فندم؟ طبعا بص حضرتك، هو دايما الالتهاب الرئوي، هاخد من كلام حضرتك اللي أنت قلته بالظبط، إن الالتهاب الرئوي هو دور برد بيتطور، فهو التهاب بيصيب الحويصلات الهوائية في رئة أو رئتين، بيؤدي إلى ضيق في التنفس، الحويصلات الهوائية دي بتبقى بتملأ بالصديد والإفرازات، فده اللي بيؤدي بقى إلى ضيق للتنفس وآلام في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة. فهياخد المضاد الحيوي، لو المضاد الحيوي مش خاص بالالتهاب الرئوي الحالة هتتدهور وممكن تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى أعراض جانبية. هل عدم إتمام كورس العلاج أو عدم أخذ العلاج المناسب في حالات الالتهاب الرئوي قد يؤدي بعد كده لمضاعفات خطيرة لا قدر الله؟ يعني هل في أمراض قد تنتج نتيجة لعدم اكتمال الشفاء من الالتهاب الرئوي؟ التهاب الرئوي هو مش بس كورس العلاج اللي احنا زي ما حضرتك قلت كده خمس مثلا ايام ولا حاجه، لا احنا محتاجين نطول فيه شويه، بتكون في اشعه مقطعيه معموله، ولازم برضو نرجع نعيدها تاني من 4 ل6 اسابيع عشان نتاكد ان الالتهاب الرئوي ده شفيها تماما. يعني لازم متابعه، مش بس خلاص ان هو الحاله خفت وصدره اتحسن يبطل علاج او ما يعملش اشعه بعدها. حضرتك يعني بتقول لازم يعمل اشعه لازم نتاكد يا فندم، لازم نتاكد ان هو شفي. بالظبط يا فندم. طيب بعض الحالات مثلا يقول لحضرتك بدا يظهر عليه اعراض ثانيه مثلا زي ميه على الرئه مثلا، ده نتيجه مثلا لعدم العلاج الصح من الالتهاب الرئوي، هل ده ممكن يحصل؟ طبعا احنا ممكن يحصل فشل في الجهاز التنفسي نتيجه الالتهاب الرئوي، التسمم في الدم نتيجة برضو الالتهاب الرئوي، أو زي ما حضرتك بتقول الترشح على الرئتين أو الرئة واحدة، وده ممكن يعمل صديد، يبقى الرشح ده بس مش مية عادية، ممكن برضو تقلب صديد، ممكن يقلب إن هو يحصل زي خراج في الرئة. كل ده بسبب عدم ده كله الصحة. بعدم إكمال العلاج المدة والعلاج الصحيح. طيب إزاي الواحد يفرق ان الدور اللي عنده، حد يقول لحضرتك ده عنده دور كحه شديده
مع دور البرد والتكسير والسخونه، بس الكحه مطوله معايا حبه، ازاي اقدر اميز ده دور برد العادي اللي من جو يعني من ضمن اعراضه الدور بتاع الكحه، اقدر اميزه عن الالتهاب الرئوي يعني في حالاته الاولى يعني او في اعراضه الاولى؟ هو الالتهاب الرئوي هي بيبدا زي ما حضرتك بتقول كده دور برد عادي، وهي بيتطور في خلال يعني بنقول من 48 ساعة. طبعا لو انا عندي حالة زي الاطفال الرضع، الكبار السن اللي عنده فشل في الجهاز التنفسي او ضعف في عضلة القلب، اي امراض مزمنة، سكر او مريض الاورام، هم دول دايما طبعا اللي يعني لازم من اول يوم اعراض لازم يتجه دايما للطبيب. اما بقى الحالات العامه اللي هو بيعتبر ان هو دور برد، هو ده اللي لازم لو الحاله اتطورت معايا من سواء من ضيق تنفس او كحه وفيها افرازات مدممه بالاخص، او الحراره لا تستجيب، الام في الصدر، ضيق في التنفس، هو ده كله اللي لازم يلجا لمتخصص يفحصه ويشوف هل هو محتاج يعمل اشعه او لا. صحيح. أنا متشكر جدا ومتحرك معنا دكتور عاصم فؤاد أستاذ الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لحضرتك. كنا من حوالي شهرين فتحنا مع حضراتكم موضوع يتعلق بضرورة إدراج كشف المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة ما قبل الزواج، وكان في يعني مناجدة من البرنامج من هنا للمشرع أنه هو ضرورة أنه هو ياخد ده في الاعتبار. ده نتيجة في جهود كتير بتتم وحملات كتير بتتم للكشف عن تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان، وحقيقة في جهود كتيرة بتتم ونسبة التعاطي قلت بشكل كبير، ولكن لما الأمر بيتعلق للجواز لمصير أسرة أكيد البنت دي ملهاش ذنب إن يتقدم ليها شاب، هم شايفينه وأسرتها شايفينه كويس، لكن يكتشفوا بعد الزواج ان الشاب ده مثلا مدمن او متعاطي المخدرات، تبتدي تحصل مشاكل، يبتدي يحصل طلاق، حتى لو في اطفال بيبقى يعني هنا المشكله اكبر، بتبقى اصعب ومعقده بشكل اكبر. فكان في اكتر من مطالبه بضروره ان يكون في من بين الفحوصات للمقبلين على الزواج ان يكون في كشف للمخدرات، ويكون الكشف ده هو كشف دقيق وليس مجرد كشف صوري قادر ان انا اعمله خلاص. يعني الحقيقه ما اسعدنا الخبر اللي عرفناه بأن النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ اتقدمت بطلب مناقشة عامة في مجلس الشيوخ لرئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة عشان تناقش هذا الأمر، وأن يكون تحليل المخدرات ضمن التحاليل المطلوبة للمقبلين على الزواج. برحب بالنائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، ميرسي على استضافتك ليا. العفو يا فندم، شرف لينا. اهلا بيك. اولا يعني بنشكر حضرتك لتنبؤك لهذه المشكله الاجتماعيه الكبيره، واعتقد حضرتك كان عندك احساس بالمسؤوليه او ادراك لهذا الخطر اللي بيهدد الاسر يعني. طبعا انا بس عايزه اضيف، هو تحليل المخدرات هو مفروض سواء امراه او رجل. مظبوط. لان نسب يعني الادمان بيبقى موجود في الجهتين، فلضمان الاستقرار للاسره وللحد من نسب الطلاق لازم نعمل التحاليل دي او نضمه للتحاليل التانيه الصحيه للزواج. لان طبقا للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء نسب الطلاق زادت جدا الفتره الاخرانيه، وطبعا وصلت ل 28% حوالي 250,000 حاله طلاق زواج في 2021، وده رقم كبير جدا. 250,000 بالظبط بالظبط كده، 255,000 تقريبا. مظبوط. وهي نسبتها 28% في اول 3 سنين زواج من سن 25 لسن 35. وعندنا كمان السيد رئيس الجهاز صرح انه كل دقيقتين عندنا حاله طلاق في مصر، فتخيل حضرتك ايه النسبة كبيرة. ممكن ده ما يكونش بسبب ان احد الزوجين متعاطي، ولكن الى اي مرحلة حضرتك شايفة ان تعاطي المخدرات هو سبب من اسباب الطلاق دلوقتي؟
ممكن نقول هو لازم نعمله علشان نتأكد ونطمن ان مفيش مشكلة التعاطي دي مش موجودة، لان حضرتك عارف رحلة العلاج طويلة جدا طبعا، وان احنا نتلاشى ده، لانه لو كمان في وجود طفل وفي حد متعاطي فتخيل بقى انه مفيش مسؤولية، الطفل ده المناخ اللي هيتربى فيه هيبقى شكله ايه، هيبقى متربي في بيئة شكلها ايه، طبعا ده صعب جدا. طب ايه بقى الخطوه المقبله اللي هتتم بقى في مجلس الشيوخ؟ ونتمنى ان شاء الله ان يعني يحصل إن وياخد مساره كمان في النواب ويتم اقراره يعني. طبعا احنا منتظرين القانون اصلا ينزل، لسه القانون في المناقشه في الوزاره، واحنا منتظرين القانون، فانا بنادي بان احنا نضم للتحاليل تحليل المخدرات. وطبعا انا هقدم ان شاء الله الجلسه الجايه طلب المناقشه جاهز، هنقدمه الفتره الجلسه الجايه على طول، ويعني اتمنى انه هيمشي في خطواته وينزل في اللجان للدراسه ان شاء الله. بنتمنى الحقيقه كل التوفيق، وان الطلب ده يعني يجد مكانه في القانون اللي هيصدر او التعديلات الخاصه بلائحه التحاليل المطلوبه للزواجين. ده امر اجتماعي مهم، وبشكر حضرتك مره تانية يعني على تنبهك وتبنيك للقضيه دي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا النائبه ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، متشكر جدا لوجود حضرتك معنا. استاذنكم نخرج لفاصل، بعد الفاصل نستقبل فضيله الدكتور علي جمعه في لقاء مسجل، كان اللقاء حول التخلق بخلق النبي عليه الصلاه والسلام، خلقه في بيته، خلقه مع اصحابه، خلقه في التجاره، خلقه مع من كان يوافق الدعوه وكان مؤمن للدعوه، وحتى خلقه مع من كفروا بالله، مع من كفروا بالرسول، مع من كذبوه، حتى مع من اذوه. خلق النبي عليه الصلاه والسلام وكيفيه التحلي بها موضوع مهم هنناقشه مع فضيله الدكتور علي جمعه، ولكن بعد الفاصل ارجو حضراتكم تخليكم معنا. اعربت مصر في بيان صادر عن وزاره الخارجيه عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقيه يوم الجمعه 27 من يناير، والذي اودى بحياه 7 اشخاص واوقع عددا من الاصابات، مؤكده ادانتها لكافه العمليات التي تستهدف المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، والذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الأدوية بمدينة 10 من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء. جاء ذلك بعد زيارة تفقدية إلى مدينة حدائق العاصمة الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها. يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادة الوزارة. جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها تنبيهها على المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة، ونفت الوزارة ما تردد عن صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة. حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2022-2023 وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر لمدة 2 أسبوع، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير الجاري وتنتهي 9 فبراير المقبل. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.